عليكم. بالنسبة للناس اللي كتكون عندهم قناة ديال اليوتيوب وكيبغوا يعرفوا شحال ديال السوايع اللي دوزوا، أول حاجة كان سهلة، كان انصاليو هاد لابليكاسيون ديال يوتيوب ستوديو، تنجي تنكليك عليها كتندوز جيو هنايا هاد لاباغ اللي كاينه لتحت اناليتيك، كتكون مكتوبة لتحت اناليتيك، تنكليك عليها فوالا نحيد انا هادي صافي، كتعطيني بحال انا هنا عطاتني شحال ديال لي فيو عندي لمدة شهر، انا بغيت نعرف شحال من ساعة عندي. كنجي في كاين هاد النقطة الزرقاء كنحول بحال جهة اليسار، كندوز هنايا هاي لاك، دوز هاد النقطة الثانية، عندنا لا ديغو دو فيزيوناج هي هادي، هنا كتعطينا شحال من ساعة دوزنا. بالنسبة لي هنايا عندي لمدة 28 يوم، أنا بغيت نعرف شحال من ساعة دوزت من الأول، كنكليك عليها وهاي كتعطينا هنايا كاين هاد لا فليش، تنكليك على هاد لا فليش وكتعطينا كنعرفو شحال من ساعة دوزنا من اللي بدينا، هاي دوبوي توجور من اللي بدينا من جوا من ماي وانسي دو سويت. المهم الطريقة راه ساهلة، غير غن نقول لكم واحد الحاجة، هي ان بالنسبة للسوايع في اليوتيوب راه ما كيتحسبوا ابتداء من 365 يوم، يعني لمدة سنة، اما لك تدوزتي قبل راه ما كيبقاوش يتحسبوا، كيتنقصوا لك من السوايع اللي دوزتي، يعني خاصك تكون اكتيف لمدة العام كامل، فوق من عام كيبداو يتحيدوا دوك السوايع.